سهير رمزي كشفت تفاصيل حياتها الشخصية، تحدثت بصراحة عن علاقتها بإخوتها وعدد زيجاتها، كما تصدر اسمها تريند مؤشرات البحث بعد ظهورها في برنامج السيرة مع وفاء الكيلاني. كشفت سهير رمزي عن زيجاتها السابقة وأسباب الانفصال. زواجها الأول كان بالموسيقار حلمي بكر، وكان عمرها 16 عاماً فقط، وكانت وقتها لم تبدأ حياتها الفنية، وعندما أخبرته برغبتها في التمثيل رفض ووقع الانفصال. ثم تزوجت بعد انفصالها عنه بفترة برجل الأعمال محمد الملا، واستمرت حياتهما معا 7 سنوات، وانتهى زواجهما بسبب غيرته الزائدة. أما الزواج الثالث فكان بالفنان محمود قبيل، وكانت فترة زواجهما هادئة ومستقرة. رجل الأعمال سيد متولي كان له مكانة خاصة عندها، فرغم انفصالهما وافقت على الرجوع إليه. ومن أقصر الزيجات في حياة سهير رمزي زيجتها برجل أعمال سوري. ارتبطت سهير لثاني مرة من الوسط الفني بفاروق الفيشاوي، وعاشت معه لمدة 5 سنوات. أما الآن فهي تعيش حياة مستقرة منذ سنوات مع رجل الأعمال علاء الشربيني، وهي الزيجة الثامنة. تعرفت سهير إلى زوجها الحالي خلال رحلة العمرة، فكان صاحب شركة سياحة وتعامل معها بذوق طوال الرحلة، ولفت انتباهها تعامله معها بذوق وبهدوء. وبعد عودتهما إلى القاهرة طلب منها الزواج وقبلت عرضه. ورغم استقرار علاقتهما، لكنها غير متأكدة بأن هذه الزيجة ستكون الأخيرة في حياتها، مؤكدة يا رب تكمل على خير. علاقة سهير رمزي بإخوتها متواترة منذ صغرها، وأكدت أنه منذ سنوات طويلة لم تلتقي أحدا منهم، وطالبتهم عبر البرنامج بأن يتواصلوا معها لأنها لا تعرف أرقام هواتفهم ولا عناوينهم، وقالت أنها إذا رأتهم في الشارع فلن تستطيع التعرف عليهم. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.